بسم الله، السلام عليكم. سوق القريه، سوق الكلاب، هذا البيرجي المو تبارك الله. شحال في العمر ديالو؟ تبارك الله عليك خويا الزين. السلام عليكم. عليكم السلام. العمر ديالها عام وشهر دابا حاليا. كلبه. كليبه سميتها مايا. كلبه سميتها مايا الخوت. اللاج ديالها عام وشهر. داكشي اللهم بارك. وهذا الكليب الصغير حامله، راه الاخت ديالو هي اللي والده هذاك، يعني هذا عمتها الصغيره. فهمتش كبير. هذا الخوت هو ولد ختها صغير، هو المون. بيرجي تبارك الله. هيسكي غنكملوا مع هادو. هادي قول لنا الثمن ديال هادي. هاديك اخويا الثمن ديالها 2000 درهم. 2000 درهم 2000 درهم بالبابي ديالها بالوريقات بالمسائل جي باكس كل بيان دريسي كل نو كما كتسمعوا الخوت فاكسان مريقله الثمن 2000 درهم والصغيور الثمن ديالو اخر ثمن 500 درهم ثمن مناسب. هذا الخوت الثمن ديالو اخر ثمن 500 درهم. بيرجي المو شوايا. ورينا هذاك الهاسكي اخويا. هذا الخوت راه هاسكي تكير. تكير لا نسوى نسوى تكير وصغير. نسوى هاسكي والله ما عندي. رئيس تارك رئيس انا رئيس. هذا الكلب غتبقى العيه غتدي مع الكلب غيولي دار فيك شي. هاسكية شحال الثمن؟ راه ما تبقاش هنا. هاد الهاسكية هادي 1300 درهم هو البيع ديالها. 1300 درهم والعضان منشار. قبيحة منشار هادي راه كتعدى. قباحة كاينة. أنا ما كتعقلش عليها. كتعد خطيرة هادي. سمعنا منشار. قلت لي آخر ثمن 1500. 1300 هو كلشي كلي ما تبان معايا. هذا هو 1300 تبان معايا؟ ماشي مشكلة. يلا بسم الله. قول اش بغيت تقول وقول لنا رقم التليفون ديالك. التليفون ديالي اخويا 06 74 03 81 66. مونصيف من كازا كليبارا اخر ثمن ديالها. عاود لينا الرقم ما ربنا ما يكونش تسمع مزيان. مونصيف خويا 06 74 03 81 66. 06 74 03 81 66. تبارك الله على خويا مونصيف. مرحبا. الله يبارك لك في السليعه. السليعه نقيه الخوت تبارك الله. العيبه تبارك الله. هيا مايا هي نورمال عيني بحال كذا. نورمال هذيك راه ماشي مرض ولا جلاله ولا راه هي الدوريجين ديال تبارك الله. الخوت هذا الهاسكي هاسكيه. العوينات ديالها كل وحده في اللون زيد بروس تبارك الله. وهذه راه المو بيرجي المو تبارك الله. الوقفه والجمال. الله يبارك لخونا منصيف. كلبه راه زوينه ما شاء الله. وهاد التكير المو شاهو. الله يبارك لخويا منصيف. الله يحفظك ليا ودا الشريف. تبارك الله عليك. الله يبارك لك. انا غدرا غنمشي هنا. ابو النمره فيها الواتساب منصيف. ما فيهاش واتساب. اللي غيتواصل معايا نعطيه الواتساب. لا على حساب بغيت انا نبارطاجي معاك الفيديو ملي نلوحو. نعطيك نمره اخرى ديال البارطاج ماشي مشكل. صافي انا تعطيها لي نقيدها. دابا نقيدها بالخاص.